كنشهدوا الافتتاح ديال جزء اخر من السوق الاسبوعي للقيصر في حلته الجديده بمواصفات عصريه من تطهير سائل واناره عموميه وربط بالشبكه الكهربائيه. اليوم توجه اجتماعي بامتياز، وحيث ان 8 ديال المحلات للشواء مطاعم للسوق الأسبوعي تم تسليمها للمعنيين بالأمر. هاد المطاعم هادي كتحترم جميع المعايير، وسهرنا بالأساس على أن التجهيزات اللي فيها تجهيزات في المستوى. أنا ولد قيصر، وهاد الناس اللي داروا لنا هاد الشيء راه مزيان لينا، وكنشكر هاد الناس كاملين، والله ينصر سيدنا والله ينصر هاد الرئيس اللي دار لنا هادشي، وهاد الجماعه ديال قيصر الله يعاونها ويعينها. السوق كامل ولا زين، داكشي اللي كان فيه اللي كان ما بقاش، دابا راه ولا سوق هذا منتج، هو دابا بطوار جديد، هالبطوار الاخر، البلايص هما هادو الحمد لله هما كتشوفوا فيهم، هادشي راه زين وكلشي زين، الله ينصر سيدنا. اولا السلام عليكم، كنقدم لكم راسي. الاسم ديالي مصطفى معجول، عامل لدى شركه اسواق قيصر للتنميه المحليه، وكما كتشوفوا كنقوموا بجميع الادوار هنا، مثلا كتنظيم ديال السوق وكالميناج والنيتواياج اللي كنخدموا عليه يوميا. وكما كتشوفوا هذه مبادره طيبه اللي قدمتها المجلس الجامعي ديال قيصر عبر انشاء هذه مجموعه من المرافق التجاريه اللي كتهم جميع المواطنين وكذلك الحرفيين، واللي توافد على السوق، اللي هاد السوق اللي لقى حد اعجاب ديال الكثير من الناس، وماشي على الصعيد الاقليمي انما على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، اللي عرف حد تطور كبير جدا عبر انشاء هاد المرافق وهاد المنشات اللي كما هضرت لكم عليهم. كاين مرفق خاص بالناس ديال الدجاج اللي كيبيعوا الطيور البيضاء والحمراء، اللحوم البيضاء خاصه، وكما كتشوفوا هنا اصحاب الشوايه اللي الناس اللي كتشوي اللحم الاسقاط وداك الشيء. قد المهم جابوا لي جميع اللوازم اللي كتخصهم من كراسي ومشواش وكذلك والى اخره. المهم كنشكروا المجلس الجامعي ديال قيصر اللي وفر هاد الشيء كامل الحمد لله. يعني وحنا كنسوق السوق ديال قيصر، يعني تبارك الله، يعني اللي في المستوى، والسياسيين تبارك الله يعني داير مجهودات كبيره يعني مقدمه يعني لهاد الناس ديال قيصر. يعني السوق اللي ولا يعني سوق نموذجي يعني ومعروف بزاف، يعني كيجيو لي الناس من بعاد يعني كيتسوقوا السوق، كما شفتوا الاناره، الرحبه ديال الغنم شفتوها كيفاش ولات، الرحبه ديال البقر، يعني داك الشيء في المستوى. المجزره تبارك الله يعني وصلت لواحد التطور اللي هو يعني تطور جد ممتاز. يعني وكنشكروا السياسيين على المستوى هذا يعني اللي وصل لهاد الجماعه ديال قيصر، يعني وهاد السوق الاسبوعي يعني اللي ولا سوق نموذجي تبارك الله يعني اللي في المستوى.